تم تدريسك إياه في المدرسة ليس علما، وإنما هو معرفة فقط. فالعلم الحقيقي لا يدرس منه إلا 5%. أنت لا تعرف رياضيات الفورتكس ولا سيد العلوم الأثير، ولا تعرف الضوء الأسود. أنت لا تعرف طاقة النقطة صفر، ولا تعرف علوم الهندسة الصحيحة، ولا بصمة الخالق في الملكوت. أنت ممنوع من دراسة طاقة الظل والطاقة الباردة وسيكولوجية الماء، وممنوع من دراسة الطاقة الحيوية وطاقة الغرانيت. أنت لا تعلم شيئا عن الطاقة اللامنتهية وعلم الأهرامات والكهرباء المجانية، وكذلك التاريخ الصحيح والجغرافيا الصحيحة وعلم الأحياء الصحيحة والتطبيب. أنت تعيش داخل المنهج والمنطق المألوف أو السائد رغما عنك. تم تدريس الوعي الزائف عمدا، وهناك الكثير من العلوم لا نعرف عنها شيء، بل ولم نسمع عنها من قبل، والغاية واضحة: تدريس العلوم الزائفة لضياع الأجيال.